الخميس الثالث من أغسطس، أهلا بكم في عدد جديد من اقتصاد بلاس. وتتابعونا معنا اليوم: إنشاء أكبر مركز صيانة طائرات في شمال أفريقيا بمطار مصراتة، وحماد يخصص 44.2 مليون دينار مصروفات تسييرية ل 75 بلدية، وحجم الصادرات التركية إلى ليبيا يمكن أن يصل إلى 10 مليار دولار. التفاصيل تتابعونها معنا اليوم في اقتصاد بلاس، أهلا بكم جميعا. والبداية كالعادة تكون مع فريق صحيفة صدى الاقتصادية في صدى الأخبار. في صدى الأخبار تلتحق بنا زميلة نسرين سليمان. مساء الخير نسرين. مساء النور، ونرحب بجميع المشاهدين الكرام اللي تابعوا في برنامج اقتصاد بلس. أهلا بك. بداية، متى سيتم البدء بتنفيذ صرف مرتبات شهر يوليو وفقا للبنك المركزي؟ طبعا كشف مصدر حصري لصحيفة صدى الاقتصادية من مصرف ليبيا المركزي عن البدء فعليا في تنفيذ صرف مرتبات شهر يوليو لعام 2023. نعم، طيب نمر لتصريح عميد بلدية الشرقية محمد العربي الذي حدثكم عن وضع الوقود في المنطقة. طبعا كشف عميد بلدية الشرقية محمد العربي في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وضع الوقود في المنطقة، حيث أكد على وجود إفراج نوعا ما في المخاطر التي يتم تزويدها بشكل شبه يومي. هناك ارتياح من ناحية المواطنين مع وجود طبعا ازدحام، ولكن قال ان الوضع افضل من السنوات السابقة بشكل عام. ودفع بالقول بالنسبة لسعر الوقود هو يتراوح بين 2.5 دينار الى 3 دينار في السوق السوداء، وطبعا بينما الحدود مفتوحة وتوجد الهجرة التجارية بين دول الجوار تشاد والنيجر، وتتراوح بين 2.5 دينار الى 3 دينار ايضا. واضاف قائلا بالنسبة لسعر الغاز اللي يصل من الشركة يتم بيعه بقيمة 15 دينار ويصل إلى 25 دينار اللي هو القادم من مستودع مصراتة، وبالنسبة لقيمته في السوق السوداء فهي تتراوح من 50 دينار إلى 80 دينار. نعم، طيب ماذا عن بلدية بنت بيا فيما يتعلق بوضع الوقود في المنطقة أيضا؟ طبعا كشف عميد بلدية بيا أشرف المصلح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية عن وضع الوقود في المنطقة أيضا، ومن بعد توفر الصهاريج يوجد تحسن حسب قولها، ولكن بعد عيد الأضحى لا نعلم حسب قولها هل أن الكميات ناقص. نعم، يبدو أن الخط انقطع مع زميلة نسرين سليمان. إذا نواصل معكم مشاهدينا الكرام ونمر إلى فقرتنا الموالية الأخبار. آخر الأخبار الاقتصادية ونستهلها بالعناوين: إنشاء أكبر مركز صيانة طائرات في شمال أفريقيا بمطار مصراتة، وقفة احتجاجية للعاملين بالخطوط الجوية الليبية بسبب تأخر المرتبات، وأربع دول عربية تتصدر قائمة البؤس العالمي. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن خطوة جديدة لتنفيذ مشروع محطة أدفاكو لصيانة الطائرات والشحن الجوي بمطار مصراتة الدولي، وذلك لصالح الشركة الليبية الإسبانية المشتركة والتي ستكون أكبر مركز صيانة في شمال أفريقيا. وأضافت الوزارة في منشور عبر صفحتها أن الوزير محمد الحويج اعتمد السجل الاستثماري والتجاري أيضا للشركة الليبية الإسبانية المشتركة لصيانة الطائرات وخدمات الشحن الجوي. نظم العاملون بالخطوط الجوية الليبية أمس وقفة احتجاجية سلمية لمطالبة حكومة الوحدة الوطنية بالتدخل العاجل لحل مشكلة تأخر المرتبات التي وصلت إلى 22 شهرا متواصلة وفق قولهم. الاعتصام اليوم وقفة مطالبة بحقوقنا وبتعويضنا في الأضرار اللي لحقت بشركة الخطوط الجوية، أضرار كبيرة، حرق المباني، حرق الطائرات، صراحة هجرة جميع المهندسين والموظفين اللي ما عادش تقوى عندهم رواتب. احنا يعني نطالب الحكومة بالوقوف معنا، لأن هذه شركة هي حاملة العالم، كل جميع أنحاء العالم عندهم شركات خاصة وعندهم شركة تحمل في العالم. لوفتهانزا في الكورونا دعمتها الحكومة ب 9
مليار. يعني احنا حرقوا لنا طياراتنا، صح عددنا كان كبير لكن كان اسطولنا 45 طيارة تم حرقهم، الان عندنا زوز طائرات. هذه ثالث وقفة توا احنا نديروا فيها، ولا في استجابة من الحكومة بالخالص، وكل ما نكلموا في الحكومة او مشينا لرئاسة الوزراء يقولوا والله انتوا كذا، انتوا شركة كذا. احنا الشركة شن ذنبنا؟ احنا كان عندنا اسطول يفوق 45 طيارة تم حرقه، شن ذنب المواطنين؟ شن ذنب الموظفين؟ احنا ما ذنبنا شيء، احنا نبغوا رواتبنا. خطوط الليبيه تحدت الحصار، تحدت الازمات، وموظفينها بمهندسينهم كلهم تحدوا الدنيا كلها، واليوم هذا 24 شهر نحن مرتباتنا ما عندناش، وهذه علاش عندنا عيال، عندنا اولاد، عندنا كذا، هذا كله يعني ما الحكومه هذه ما شافت لناش بها. في ملف آخر، منح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد منح الإذن لوزارة التخطيط والمالية لتخصيص 44 مليونا و200 ألف دينار لحساب وزارة الحكم المحلي، وذلك لتغطية المصروفات التسييرية بالباب الثاني ل 75 بلدية، ويخصم المبلغ من بند المتفرقات، ويجرى تسويته من الاعتمادات المالية المحددة لهذا الغرض بالميزانية العامة لعام 2023، وذلك مع وجود باستيفاء الأوراق والمستندات المؤيدة للصرف طبقا للنظم واللوائح الساري العمل بها، حسب بيان وزارة التخطيط والمالية على صفحتها. أكد وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية سعد حنيش خلال جلسة عمل أصحاب الأعمال بإسطنبول التركية على أن تركيا حليف اقتصادي كبير للدولة الليبية، وأن الحكومة تتطلع من خلال هذه اللقاءات إلى زيادة التعاون بين البلدين، كما شدد على أن النفط الذي يرتكز عليه الاقتصاد الليبي من الممكن أن يصبح خلال السنوات القليلة القادمة سلعة غير قابلة للتداول في ظل التوجه إلى الاقتصاد الأخضر. تطلع من هذا الشأن أن زيادة التعاون والتبادل التجاري فيما بين الدولتين. كما تعلمون أن كما أسلف السيد مرتضى أن دولة ليبيا دولة تعتمد ما يقارب عن 96% على البترول، وهذه البترول يعني ممكن في السنوات القادمة حيبدأ سلعة غير قابلة للتداول في ظل تطور إلى توجه إلى الاقتصاد الأخضر والصديق للبيئة. فهنا من ضمن تعليمات السيد معالي وزير الاقتصاد والتجارة السيد محمد الحويج حقيقة يحث دائما على التنوع الاقتصادي وإيجاد مصادر أخرى للدخل. لا شك أن دولة ليبيا دولة غنية بالموارد طبيعية زراعية، سواء كان موارد المعادن أيضا، بما تكفي أيضا لو تطرقنا إلى قطاع السياحة أيضا، الثروة السمكية ما يتعلق بالاقتصاد الأزرق. فالحقيقة غنية بالموارد اللي تكفي للمساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. والاستفادة من الخبرة اللي تكتسبها دولة تركيا الحقيقة هذا هدف سامي نسمو إليه ونتطلع إلى اكتساب هذه الخبرات. نبقى في ذات السياق مع العلاقات التجارية الليبية التركية، حيث تتمتع السوق الليبية بأهمية بالغة لدى عديد الدول، وخاصة التي تجمعها بها علاقات تجارية كتركيا التي تسعى للترفيع في حجم صادراتها نحو ليبيا. التقرير التالي والتفاصيل. شدد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي في تصريح صحفي على أهمية السوق الليبية التي تعد ثاني أكبر سوق صادرات في إفريقيا بالنسبة لتركيا، وذكر أنه يمكن أن يصل حجم الصادرات التركية إلى ليبيا إلى 10 مليارات دولار، وحجم التجارة إلى 15 مليار دولار إذا تم اتخاذ الخطوات الصحيحة وفق تعبيره، بدل ما تم تسجيله في سنة 2011 وقدر حينها بواحد مليار دولار. واعتبر رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي أن المناطق النائية في ليبيا تمثل فرصاً مهمة من أجل رجال الأعمال الأتراك، معولاً على الثقة المتبادلة بين البلدين، ما يساهم في نمو الشركات التركية ودعم التحول الاقتصادي في ليبيا وفق قوله، مشدداً على أهمية مجال المقاولات كبوابة لإفريقيا، إضافة إلى مجال البتروكيماويات.
هذا وتمت دعوة الشركات التركية إلى إبداء اهتمامهم بقطاعي الدراسات البحثية الزلزالية والبتروكيماويات في ليبيا للعمل فيهم. دوليا نتحدث عن ملف آخر، حيث احتلت 4 دول عربية رأس قائمة مؤشر البؤس العالمي الذي يصدره أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبونكس ستيف هانكي سنويا، ويصنف ما يقرب من 160 دولة في قائمة التعاسة وفقا لأرقام البطالة والتضخم ومعدلات الإقراض المصرفي. وهذه الدول العربية هي كل من سوريا، لبنان، والسودان، واليمن. نتحدث في هذا الإطار عن مؤشر البؤس العالمي الذي يصنف الدول وفق نسبة البطالة، نسبة التضخم، معدلات الإقراض ونمو الناتج المحلي الإجمالي. عالميا الدول الأكثر تعاسة هي الزيمبابوي، هي الدولة الأكثر تعاسة أو الأكثر بؤسا في العالم، حيث تتفوق على فنزويلا وكوبا وسوريا التي مزقتها الحرب. هذه الدولة الأفريقية موطن ما يقرب من 16 مليون شخص، صنفت من بين الدول الخمس الأكثر كآبة لمدة 3 سنوات متتالية. خلف زيمبابوي في مؤشر البؤس السنوي لهانكي جاءت فنزويلا التي عانت أيضا من سوء الإدارة الاقتصادية، وسوريا التي تعيش في حرب أهلية مروعة لأكثر من عقد من الزمن. احتلت الأرجنتين المرتبة 6 الأكثر كآبة، أين حيث أنها تكافح أزمة تكلفة المعيشة، أين ارتفع التضخم إلى أكثر من 100% في فبراير للمرة الأولى منذ التسعينات. نتيجة لذلك يعيش الكثيرون في فقر في الصيف الماضي. شهدت البلاد مثلا 3 وزراء اقتصاديين مختلفين في 4 أسابيع فقط من احتجاجات في الشوارع بشأن الوضع المعيشي. وأصبحت كوبا الدولة الأكثر بؤسا في العام الماضي، التي عانت من ارتفاع معدلة التضخم في عام 2021 مدفوعة بانخفاض قيمة البيزو بنسبة بلغت 95% في ذلك العام وحده. الآن في المرتبة 9 وبعد أوكرانيا مباشرة. في غضون ذلك ظلت سويسرا في ذيل القائمة، حيث تعد الدولة الواقعة في وسط أوروبا واحدة من أغنى دول العالم، وهي من بين الأفضل بالنسبة لمتوسط العمر المتوقع والوقت الذي يقضيه الناس في التعليم ومتوسط الرواتب أيضا. ثاني أسعد دولة في العالم هي دولة عربية. كانت ثاني أسعد دولة في العالم هي الكويت، تليها إيرلندا واليابان، ماليزيا، تايوان، النيجر، والتوغو ومالطا. وأصبحت بريطانيا أكثر بؤسا من العام الماضي، حيث انتقلت من المرتبة 153 إلى المرتبة 129 على هذا المقياس. البروفيسور هانكي زعم أن التضخم الذي بلغ 10.1% في مارس كان عاملا مساهما رئيسيا، لكن الولايات المتحدة من جانبها تحركت في الاتجاه الآخر من المرتبة 102 إلى المرتبة 134. وكانت البطالة أكبر عامل مؤثر مع 3.4% فقط من الأمريكيين. نتحدث هنا عن 5.7 ملايين هم من العاطلين عن العمل في أبريل، وهو أدنى مستوى منذ عقود وفقا لديلي ميل. احتلت أوكرانيا هي الأخرى التي تدافع حاليا عن أراضيها في حرب عنيفة ودموية بدأتها القوات الروسية التابعة لفلاديمير بوتين المرتبة 8، حيث أشار الأستاذ هانكي إلى البطالة. وذكرت وسائل أعلام محلية أن معدل البطالة تضاعف 3 مرات إلى المرتبة 35% مع وجود 5.2 ملايين عاطل عن العمل بسبب الحرب. والرقم يستند إلى تقرير من البنك الوطني لأوكرانيا. فاصل قصير ونواصل معكم اقتصاد بلس. مساء الخير، أهلا بكم من جديد. اقتصاد بلاس متواصل.
مؤخرا ضبطت قوات الأمن في غرب ليبيا معامل عدة تستعمل لتعدين العملات الرقمية في مدن طرابلس، مصراتة وزليتن، يديرها ليبيون وأجانب وأغلبهم صينيون، مما أثار النقاش من جديد عن سر انتشار هذه المعامل في البلاد بصورة أكبر من كل دول المنطقة. مداهمة معامل تعدين العملات الإلكترونية أحالت حديث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قبل عام تقريبا عن استنزاف هذه المعامل للكهرباء ولعبها دورا بارزا في أزمة تذبذب الشبكة من مجال للسخرية إلى محل نقاش حقيقي وبحث مستفيض. طرحنا عليكم سؤال في تطبيق رأيك، إن كان ضبط هذه المزارع سيكون له أثر إيجابي على شبكة الكهرباء، وهكذا كانت إجاباتكم. بداية، عدد المشاركين في هذا التصويت كانوا 595 مشارك، وبالنسبة لإجاباتهم نجد أن 64% منهم يرون أنه نعم القبض على هؤلاء أو حجز هذه العملات والقبض ضبط هذه المزارع سيكون لها أثر إيجابي على شبكة الكهرباء. 25% يقولون أنهم لا يعلمون، و 11% يرون أن ذلك لن يؤثر إيجابيا في تدفق الكهرباء. بالنسبة لعدد أو الجندر فيما يتعلق بالمشاركين في هذا التصويت، 81% كانوا من الذكور، 19% كانوا من الإناث. نمر الآن إلى الفئة العمرية، أقل من 18 سنة ب 3.4%، بين 19 و 25 سنة ب 17.1%، بين 26 و 44 سنة 53.4%، وبين 45 و 59 سنة ب 22%، ختاما أكثر من 60 سنة 4% فقط. نمر الآن إلى أكثر المدن المشاركة، نجد طرابلس المركز، بنغازي، حي الأندلس، سوق الجمعة، عنزارة وأبو سليم. ونمر إلى المستوى الدراسي، كالعادة المستوى الدراسي الجامعي في المرتبة الأولى ب 59%، تليه المستوى الجامعي العالي ب 18%، الثانوي 17.5%. وإذا مشاهدينا، ختاما، إذا أردتم المشاركة في الاستطلاعات التي تجريها منصة رأيك، يمكنكم تنزيل التطبيق والمشاركة في استطلاعات الرأي والتعبير عن رأيكم في مختلف المواضيع. وآخر فقراتنا لليوم، نمر إلى فقرة أسواق بلاس التي تأخذكم اليوم إلى جولة في محل بيع المواد الكهرومنزلية. عندنا اليوم في الكوسة الهندسي، طبعا هذه تجي 8 وظائف، برنامج إضاءة، برنامج تخدم فوق لوطة، فوق بس لوطة بس، بالمروحة، بالإضاءة، طوبيب تلج، دوب لك سخين ذاتي، قوة الحرارة طبعا من 230 تطلع عادي، من داخل احتفال، صديد لا ما ندير لكش وزين احتفال، مروحة توزع لك في كل مكان حرارة، تي 11 الوظيفة اللي تخدم فوق لوطة، فوق لوطة بالمروحة، لوطة بس، فوق بس، فيها تبريد ذاتي، تنظيف ذاتي، نظيف الكوشة، طبعا نجيبوا فيها من هولندا، نجمعوا فيها، احنا الوكيل الرسمي ده عندك مع ضمانة سنة. المروحة متاعتها أن الميزة متاعتها تجمع في كل مكان الحرارة، تعطيك مش نص ثياب، تعطيك ثياب تام، سعرها تو مدارين فيها تخفيض 1330. وفي عندنا منها 8 وظائف، 1000 وظيفة 1390، وال 8 وظائف 1330. طبعا الستيل نتاعها يجي حقاني، روسة دبانة، دخان، دخان ما يديرلكش حريقة لا، روسة دبانة ولعة، فيتامينة، تسريب غاز لا، حديد نتاعها ميزة فيه ان حديد نتاعها هافي ديوتي، الستيل نتاعها حقاني، يجيك دبل شعلة، روسة دبانة طبعا دبل شعلة في التطيب أسرع. سعرها 960، نجي من ايطاليا. الميزه ان في شني تسريب الغاز، مرات يخلوا تسريب الغاز مفتوح، تسريب حاجه هو مني لي يسكر لك، تفجير قدر الله اي حاجه من لي يسكر لك. طبعا يتحمل حراره 53، مخصصين للجنوب زيت الصحراء، طبعا مكيف 12، محرك الكبير يجي تي 3، يتنزل ضيه ل 150، محرك الكبير، تبريد نتاعها تاتي، يتحمل لك الحراره، تبريد الله يبارك، يخدم بارد وسخن، نعطوا معاه في ضمانه سنه. الفانه نتاعها من دبل من داخل فلاتر زي توركي،
طبعا الغبره يجي دبل فلتر من داخل، الغبره حاجه متخفص عليها بكل. وعندنا في 18 طبعا 12 سعره مدارين فيه تو سوا ما تخفيض ب 1390، وعندنا في 18 محرك الكبير طبعا 18 سعره 2375، مواصفات نتاعها يخدم بارد وساخن رفع جهد يتحمل حراره ل 56. وعندنا في ال 24 حتى هو الدبل دفاف محرك الكبير يتحمل لك الحراره 58 ينزل يضيع ل 150، دارين فيه تخفيض ب 2975. عندنا في الرسل الغساله، الرسل نادي مجمع في ايطاليا، عندك فا غسل بالبخار، غسل بالتعقيمات، غسل بالقطن، فا حتى الميه كان صبلها تسخرت شويه تاخذش هلبة ميه، تعقيمات، عندك كان حوايج فيهم بكتيريا ولا حد يلعب كوره منها لا تعقم لك، ما ديلكش امراض بكتيريا حاجه لا، عندك فا انفيرتن مردم كهربائي مجمع في ايطاليا طبعا، نعطوا معاه في كره ضمانه يجي معاه كره ضمانه 3 سنين. وعندك الحوض متاعها كبير ف 1400 لفه، هذه ممكن في الغسله غسله متاع اللفه تعطيك غسله البخار، غسله البخار فيها بالتعقيمات تعطيك بالتحديد حتى حوايجك تحافظ لك عليهم. عندي منها في السبعة كيلو سعره 1460، وعندي في التسعة كيلو سعره 1775. وبهذه الجولة مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام موعدنا لليوم من اقتصاد بلس، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، هذه أجمل تحيات وفاة ربلسي.